هاد الفيديو درتو وانا مقهورة قهورة لواحد الدرجة ما تصوروهاش. هاد الفيديو درتو ماشي على اساس انني نبقى بشي حد، درتو باش يبقى باش يفكرني في هاد النهار، يفكرني في هاد النهار وشنو داز عليا فيه. هاد النهار شفت شي حوايج، شفت شي حوايج وسمعت شي حوايج واش بنادم ما عندوش الضمير، ما عندوش احساس؟ بغيت نسول، كنسول انا راسي هاد السؤال دائما، واش فاش كنحطو راسنا على الخديه شكون اللي كيدير راسو انه غادي يفيق من غير نحط راسنا على الخديه؟ انا خرجت ولا انا كندير فيديو؟ واش قادر الله سبحانه وتعالى يقبض لي روحي؟ قادر؟ علاش بنادم ما كيتقاش الله؟ علاش بنادم قاري وواصل في واحد المرتبه وواحد النيفو ديال القرايه ومستوى ديال الترقى ديال الخدمه ديالو وكيشد الرشوه باش يقهر واحد الانسان اللي حقه مهضوم؟ يعني رغم الادله، رغم كلشي، الاثباتات كلشي كاين، علاش اللي الحق ماشي في صفي؟ علاش اللي القانون علاش؟ علاش انا كنقول في هذا الفيديو وهذا الفيديو غيبقى في مواقع التواصل الاجتماعي ديالي كاملين، ما حدي ما حذفتهمش. في مواقع التواصل ديالي الاجتماعي ما عمر هاد الفيديو غادي يتمسح، وفين ما نشوفو غادي نزيد نحب هاد البلاد كتر وكتر. جوج حاجات في هاد البلاد ما كاينينش، الصحة والقانون. والقانون اللي بغيتي تاخد حقك، اللي بغيتي تاخد حقك خاصك تطلع وتهبط وسنين باش تجيب حقك، رغم الأدلة اللي عندك، رغم الإثباتات، رغم الحق عندك انت ولا انتي. باك صاحبي برشاوي مغديش تاخد حقك في هاد البلاد. أنا كنت كنشوف قضايا، كنت كنشوف قضايا، توليت أنا كنشوف قضيتي. تخيلوا الدعوة كدار بيا، تسي دعمة كنتوصل بيها، هذا اللي كنمشي غير صدفة، راه ما كنمشيش نسول، انا نمشي نقلب على السيدة ديالي حتى كنلقى السيدة عم تواجدة. تصوروا الدعوة دارت بيا من شهر ستة ولا شهر سبعة، لا شهر ستة اللي دارت، ولا توصلت بإشعار ولا توصلت بالاستدعاء. علاش؟ كيقولوا لك الكذوب غير على الميت، ولكن الكذوب حتى على الحي. علاش داكشي اللي مكتوب في المقال
لان الا حضرت وبالادله ما غيبقاش في حق في صفو. مشيت نجيب ورق النفقه وكنتفاجئ بالسيده كاينه تما غير صدفه، وجبتها ومشيت ما بين الحياه والموت وحضرت في الجلسه. يعني انا مريضه 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 لواحد الدرجه انني راه بقيت نعسه في القاعه 3 ايام باكليتش غير الماء 3 ايام، لان بداك الحبل العنقودي اللي عندي ما يمكنليش نشرب شي دواء، ملي كنشرب شي دواء كيجيني نازف. جاتني السخانه يعني راه كطلع غير 40 الحراره، وفاش يعني ما يمكنليش نشرب شي حاجه، بقاو كيبزو عليا بالي الدار اللي وليت كنعس كنبقى بحال كنهترف. شربت دواء وجاني نازف، نايم تبع على حبل عنقودي وحضرت الجلسة وعطيت الوراق ديالي. وفي الجلسة الثانية يعني الطرف الثاني ما حضرش، علاش؟ لان تعطاتني الورقة اللي دفع هو باش نقراها، باش نقراها وندفع المقال ديالي. علاش ما جاش؟ بحيث الا مشيت تهضرت على داك الشيء اللي دفع ما عندوش هو الأدلة. أنا عندي غادي نقول حاجة واحدة اللي غادي نقولها، أنا درت هاد الفيديو باش تشوفو مزيان، باش يبرد لكم قلبكم مزيان. اليوم ما غاديش تعسو بالفرحة، وانتوما كتشوفوا هاد الفيديو هذا غتبقاو تفرجوا فيه وتفرجوا فيه وتفرجوا فيه وتفرجوا فيه، عارفه الخبز ديال قلوبكم، عارفه الخبز ديال الضمير، الخبيث ديالكم. انا غادي نقول اي واحد كيما بغى يكون النوع ديالو، كيما بغى يكون المستوى ديال المنصب الخدمه ديالو، سطروا عليها مزيان اللي كيشوف هذا الفيديو. لا سمحكم الله ولا عفا ولا غفر لكم، ولهليت لكم الشهاده، الدمعه اللي كتنزل من عيني كل مقابلة بالورق ديالي وكناخدش حقي الأدلة ديالي، كل دمعة بغيتكم تحرقوا فيها، تحرقوا بيها في الآخرة. أنا والله عرفتي شنو اللي كيبرد عليا دابا؟ غير هاد البكا هذا اللي كنبكي غير كنفرغ، مخصنيش نراكب داكشي لداخل، فهمت؟ انا عندي مرض مازال ما وصلتش لنهاية العلاج، اي حاجة ضد صحتي دابا، هادشي اللي كيوقع لي كامل ضغوطات نفسية وهادشي. انا في كل دقيقة كل لحظة غادي نقول حسبي الله ونعم الوكيل، واللي داير يدو في هادشي ما عمرو ما شاف مني ولا 1% ديال دير شي حاجه خايبه مني ودريت دو هاد الشيء. يا ربي يا ربي راك كتشوف وراك عالي وعالم، يا ربي يا ربي راني مآمنة بيك وبالنهار يوم الاخر. يا ربي ضيق عليهم قبرهم، ضيقوا عليهم كما ضيقوا عليا، كما ما رحمونيش، كما ما رحمونيش. يا ربي يا ربي انا تسديت حقي، تاخذوا لي بيدك كل واحد. يا ربي لهلا تثبت لهم الشهاده، يا ربي
يا ربي بغيت لهم هدف في الدنيا قبل الاخره اللي هي ليس محكوم. عندك تقولوا غادي هاد الفتره غادي تدوز ولا توصلوا لواحد السن وتجيو تقلبوا عليها باش نسمح لكم. حرمت ديني، حرمت ديني، نخرج من دين الاسلام، ما نبقاش مسلمه الى سمحت لكم. انا محرم ديني الى سمعت لشي واحد، لشي واحد من هادو كاملين اللي شايفه واللي سامحه. اللي بعينين واللي في الخفاء اللي ماتوا لهم والديهم وما كاينش الدرشاوي عليا. الله يحرق والديكم في الاخر عند الله، الله يحرقهم الى كانوا ميتين ولا كانوا مازالين في الحياه. الله ينعل تربيتكم، والله ينعل دينكم، والله ينعل تصلت العروق اصل باباكم. لان حاجه وكان لانكم تكونوا سلمين وفيكم ضرة الاسلام، وتكون فيكم ضرة الاسلام. لان ما شتوش الضغط النفسي اللي تتمنوا، ما شتوش داكشي اللي تتمنوا من الطبيب، مش السب، مش الشتم، القذف، هادشي علاش؟ بغيت نعرف، يا ريت كنسول راسي دايما، ربي أنا هادشي غي ما درت والو، لأن بقاو بلا 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 بلا، فاش قلت غير البنادم اللي هداكشي اللي فيه ضرو في خاطرو، وهز معايا الطوكي عجبني. تعذبت بالسحور، لحمي كان كيتقشر بحال الحوت، كان المغرب كيودر، كان بغي يطرش بالدار. عانيت واحد المعاناة اللي ربي بوحدو اللي عارفها، عانيت بالمعيور، بالتهديد بالتليفون، بجميع ما ياكل، طب الكومنتات راكم قريتوهم، قالوا لي فيا واللي ما فياش، ما خلاو اللي ما قالوا باش يشبهوا صبعتي، ولكن انا قدرت تشوه مع الله شوه. تفكروا النهار اللي غادي تمشيو كيما جيتو لهاد الدنيا، تفكروا عندك وتساوها راكم غافلين، دابا راكم شادين السكاير، روح والله ما دير، والله تنفع لها والله تترك لها، هادي راه غير دنيا، وراها فايتة باش عند الله، واش أنا غنبقى هكا كنبكي؟ عطيت الصبر للحياة، شحال وأنا هنا في ضربة، شحال، من 19 في شهر جوج 2023، أنا عند والديا. شنو واش بقيت في ديك الحاله؟ راه كتجي حاله وكتفوت حاله وكتجي حاله وكتفوت حاله، ما كنبقاوش في البلاصه اللي حنا فيها. ولكن دي راه يجي واحد النهار وغادي نخليو تليفوناتنا، حوايجنا، بلاصتنا، سيكارتنا، فلوسنا، نهارنا، يعني حبابنا، كلشي غادي نخليوه. نهار غتخشاو في القمر، ها نهار غتخشاو. انا اقسم بالله وكنحرم ديني لا سمحت لشي واحد، لا اللي شفتو، لا اللي ما شفتش، لا اللي معلن ولا اللي على الخفاء، اللي دريت في قضيتي كامله، اللي قال فيا اللي ما فياش، اللي تعاون على حقي، واللي تعامى على الحق ديالي وما حكمش في القانون، ما كنقولش انا في
صافي يعني غير شنو قال القانون على ديك الحالة وما تحكمتش. واخا يبقى بينكم وبين الجنة دربي، والله ما سمح لكم، والله ما سمح لكم، ملكو شنو ما بغيتو، ديرو شنو ما بغيتو، روحو فيا، ربي مكي صفيني، نمشي عندو صافي، ماشي مشكل. كيقولو جوج حاجات، نتوما راكم قارين الدين، فين يبانو جوج كلمات ديالي، ولكني عندي ضمير، عندي ضمير، عندي ضمير حي. مبعتيش ضمير ميت بحالكم، بحال لي كيهزو البيت وكيدو في المحمل، كيقولو جوج حاجات، إما هادي وإما هادي، كيقولو مستراح ولا مستراح منو، مستراح، إلا كان صافي، بحال لي خلقو. ومشى ارتاح من الدنيا ومن همها ومن مشاكلها، اللي دارها كحلة سحلة كيقولوا له مستراح منه بحالكم. انا كنقولها الا كان ربي، تا ربي كيشوفني انا كنتعذب، ولا كان ربي شايفني هادشي فيه خير بغا يصفيني وكلشي وغادي نمشي هاد الله صافيه. انا حابه وشاكره وراضيه بداكشي اللي قدروا عليا الله، عادي جدا عادي جدا، ماشي مشكل، ماشي خساره في وجه الله، وانا مريضه ومتبعه مع الطبيب، مازال ما عرفتش راسي واش فيا السرطان ولا ما فيهاش، وحتى انا كتب فيا صحاب لكم غربقة، غيبقى فيا زعما الحال، والله غتقلق، لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، هذا كله هذا كله بالاذن الله، بالاذن الله سبحانه وتعالى، كل شيء كل شيء، اي حاجه طرتنا في الدنيا بالاذن الله، كل حاجه فيها خير. انا هذا الفيديو درته ما عرفتش كيما قلت لكم، حتى انا راه يعني نقدر نموت غدا ولا بعد غدا ولا ما عرفتش فوقاش الاجل ديالي، بغيتو نخليه هنا، راه ما عمري بلا ما يعيش شي واحد راسو ولا يزوق راسو في الخضره ولا 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 ولا، شوفوا عند الله قولوا الو الو الو، ولا هادوك اللي كنوقف قدام الباب المحكمه في الصباح كيبقاو يصوروني من بعيد، نسيتو الله راه كيصوركم، زعما راني جيت للمحكمة، أنا اللي كنعرف كيدير الدعوة خصو يجي ويحضر ويحضر ويدافع على راسو ويدافع بالأدلة، كاينين لا ماشي مشكل. هادي هذا آخر كلام غادي نقول، لا يسامحكم لا يسامحكم لا دني ولا آخرة، وانا ما عمري ما غنسامح شي واحد، ما عمري ما غاديش نسامح شي واحد، واخا يدير اللي يدير، واخا يقول لي ما عادش شنو يقول ليا، اي واحد دار يدو في قضيتي بالغش وبدون ضمير، كيما عطي القسم على الخدمة ديالهم قبل ما يسلموا يعني الرخصة ديال الخدمة ديالهم، اللي ما دارش خدمتو ماشي غير معايا انا، اي واحد كيشد الرشوة، اي واحد كيعيط بالمعارف لهلا يتبدلو الشهادة، لهلا يتبدلو الشهادة، تشفاو مزيان. انا درت لكم فيديو وانا كنبكي ومقهورة ومدمرة نفسانيا، هكا شتي الشخصية ديالي قوية بزاف، تشفاو مزيان وضحكو وكلو وشربو وتفتح لكم الشهية مزيان، غادي تفتح لكم في هاد الأيامات، ولكني تفكرو
تفكروا النهار اللي غادي تجيو تموتوا وتهزوا هذاك الصبع هكا وتقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، تفكروا انني كندعي عليكم تحدي في الحياه كامله، لا اللي سبقني ولا اللي سبقت، راه حقي حقي ما سامحاش فيه في الدنيا وفي الاخره، راه ما مسامحه لكمش والله لا سمحت لكم. صلي وصباح وعشيه وظهور، صدقوا صوموا استغفروا وديروا اللي بغيتوا، راني ما مسامحه لكمش حيت اديتوني ما درت لكم والو، اديتكم ما اديتكمش، شتو بلي غير خير ماشي مشكل. اللي كان الدنيا باطل خيري ودار عليا، زيديني يا دنيا وزيديني، الله ما كذبت فيها. ده ليس بحكم، ده ليس بحكم، ده ليس بحكم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.